الصعيد نعتق غير الدموية الجسد المقدس والدم الكريم اللذين لابنك الوحيد، ويكون طهرا وشفاء وبركة روحانية لكل الذين يتقدمون إليك مجدا وإكراما لاسمك القدوس، لأن لك المجد مع ابنك الوحيد والروح القدس الروح الآن وكل أوان وبدر إبراهيم آمين. والروح القدس.
هذا المذبح من قبل زيت النعمة وسر الروح القدس بواسطة النسخة المقدسة للمقدم عليه الصعيد غير الدموية، ونقف أمام عرش ملكوتك ونقرب عنا عمود شعب الطلبة، نتناول الإيمان المستقيم وسيرة طاهرة الجسد السيد الذي صلب عنا، والدم الكريم الذي أريد من أجلنا الذي هو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نعم يا ملكنا إذ نسألك أرسل علينا نعمة روحك القدوس لتكميل هذه الخدمة الموضوعة هذه المائدة، أهلنا بشركة سرائرك المقدسة غير المائدة السمائية مذبحا طاهرا على اسم البابا سناسوس القديس البابا سناسوس الرسولي
في كنيسته في بيتبورغ ببرشير جنوب الكنائس جنوب المانيا افز مارود الجبف من جنيس انشير يسوس بخريستوس بنشويس آمين. نرشدوا هذا المسبح بهذا الميلون المقدس على اسم قديس البابا أثناسيوس الرسولي في كنيسته في بيتبورغ ببرشير كنائس جنوب المانيا افز مارود الجبف من المعيس هو البركة Oh.
Damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt.
Über mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen weggehen von hier. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe, an der die keine Frucht bringt, schneidet ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Thank you.
suntem noi la ei noi. Yeah.
Yeah.
Vox Maro es Moerov, in genile ostiro, jebif naitagro eri egon, o timis mite, choise shumsha eri amin, elli وعاز
الشعبان وعن هذه المادة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعة فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعفر وعلى كل قوة العالم
Yeah, I'll find it, there's no road to the sea.
الكسر يكون فصل السادس.
Yeah.
الآن الذين دفنوا زوجك بالباب هم سيحملونك خارج. فسقطت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الأحداث فوجدوها ميتة، فحملوها وذهبوا بها فدفنوها إلى جانب رجلها. وكان خوف شديد في جميع البيعة وعلى جميع الذين قد سمعوا بهذا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز وتزداد في هذه الكنيسة من الآن. Oh.
إذا
صلاته أبونا هو إبراهيم. قال له
شيء مهم جدا ان الكنيسه في المفهوم
الإيماني معناها حتة في السماء، وزي ما تصرف أبانا لازم تقوله كما في السماء كذلك على الأرض. زي السماء إيه؟ نعمل الكنيسة إيه؟ فالكنيسة نعتبرها بصورة أخرى هي سفارة السماء على الأرض. كل بلد لها سفارة عند البلد الثاني. هنا مثلا تلاقوا في سفارة لمصر موجودة في ألمانيا، وفي مصر تلاقي سفارة ألمانيا موجودة هناك. السماء والأرض بينهم نفس الكلام. إحنا عندنا سفارة من السماء على الأرض اسمها الكنيسة. والكنيسة لها مفاهيم كثيرة، لكن أنا أحبك إنك تعرف المفهوم ده. حتة من السماء. السماء جميلة يبقى لازم الكنيسة جميلة. السماء واسعة لازم الكنيسة تبقى واسعة. السماء نظيفة لازم الكنيسة تبقى نظيفة. السماء عالية لازم الكنيسة تبقى عالية. وهكذا. إيه بقى دور الكنيسة في حياتنا؟ هجاوبك من خلال خمس نقط قصيرة أرجو إنك تحفظهم حتى على أصابع إيديك عشان تبقى عارف. أول نقطة أن الكنيسة هي موضع الكلمة المقدسة. هو المكان اللي بيتعلم فيه كلمة الله المقدسة. عشان كده عندنا منجلية. والمنجلية كلمة منجلية كلمة طيبة مشتقة من أصل يوناني معناها مكان الإنجيل. فالكنيسة هي موضع الكلمة المقدسة. بنتعلم فيها الوصية. بنتعلم فيها كلمة الحياة. بنتعلم فيها العبارة الحلوة اللي بتحبوها كلكم، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فبنتعلم كلمة الإنجيل تكون سبب بتكون سبب حياة لينا. ويقول لنا القديس بولس الرسول عبارة جميلة قوي، يقول كلمة الله حية وفعالة وأفضل من كل سيف ذي حدين. عشان كده بنتعلم الإنجيل في الكنيسة وبنفهمه ونفهم معناه وشروحاته، ونرجع البيت نقرا الإنجيل يقوم بيتنا كمان يتقدس بكلمة الإنجيل. لو في بيت ما بيقراش الإنجيل طب كيف يتقدس؟ إزاي نحفظ نقاطه؟ فأول حاجة في الكنيسة أنها موضع الكلمة المقدسة. بروح الكنيسة عشان أتعلم الإنجيل. بروح الكنيسة عشان أفهم الإنجيل. بروح الكنيسة عشان أعيش الإنجيل. وأظن كلكم عارفين القصة الجميلة بتاعة القديس أنطونيوس أمبا أنطونيوس قاضي جميع الرقباء. لما دخل الكنيسة في يوم وسمع الشمس وهو بيقرأ الإنجيل وسمع آية جميلة، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وباع كل ما لك وأعطي الفقراء وتعالى اتبعني. فالكلمات ده هي مش جت في عقله ولا جت في ودانه، دي جت في قلبه. فسمع كلمة وانطلق وتأسست الحياة الربانية لهذه الصورة. عشان كده أنت تيجي وتحضر وأنت جاي في الطريق تقول يا رب يا ترى النهاردة الرسالة اللي هتبعتها لي في الإنجيل إيه؟ وتبقى قاعد ودنك مصغية لآية أو لكلمة جاية لك مخصوص. جاية لك حسب مواقف حياتك وحسب الأمور اللي شغلاك وبتفكر فيها. الكنيسة موضع الكلمة المقدسة. نمرة واحد. نمرة اثنين، الكنيسة موضع الذبيحة المقدسة. الذبيحة المقدسة. موضع سر الأسرار اللي هو سر الخارستية. بنيجي علشان نتقدم إلى الذبيحة، ويجي أبونا في نهاية القداس يقول عبارة حلوة خالص، يقول القدسات للقديسين. يعني أنت جاي علشان تاخد وتتحد وتعيش ويعيش المسيح فيك. وكلكم عارفين الآية الحلوة، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا
وأنا فيه ثبات. فبقيت أنا ثابت في المسيح والمسيح ثابت فيا وساكن فيا. عشان كده كل واحد فينا اسمه مسيحي، يعني المسيح أمتلكه في داخلي. سر التناول، وسر التناول ده سر حياة. في نهاية القداس أبونا يقول يعطى عنا خلاصا وغفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول. ثلاث أفعال، يعطى عنا الخلاص من خلال سر التناول أمام الخلاص، وغفران الخطايا مغفرة خطيتي في شخص المسيح، والحلال الأبدية يبقى لي نصيب في السماء. موضع الذبيحة المقدسة. وطبعا استعدادنا ان انا اجي قداس واحضره وابقى ملتفت وابقى مش مشغول بحاجه، واحيانا لما واحد بيقعد ورا في الكنيسه يبقى مشغول باللي رايح واللي جاي، لما بيقعد قدام بيبقى اكثر تركيزا، وطبعا لازم حركتنا في الكنيسه تبقى محدوده وبحساب علشان الانسان. وعلم ولادنا كده برضه علشان انا في موضع الاسرار. والقداس زي ما كلكم عارفين له طقس كبير وله طقس جميل وخطوات حلوه بنتعلمها. موضع الذبيحه المقدسه، سر الاسرار، سر التنامي، وده سر الحياه. اللي بيبعد عن القداس وبيبعد عن التناول شويه بشويه ينشف، شويه بشويه قلبه يجف، ما يبقاش فيه بقى قلب حي حساس. وده حرص الكنيسة ان احنا في كل مكان يتواجد فيه اطباق نعمل كنيسة مهما يكون شكلها، بس المهم عشان نعمل فيها سر الاسرار اللي هو سر التناول. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، الكنيسة موضع التوبة المقدسة. التوبة المقدسة تبتك. التوبة في مفهومنا معناها نقاوة القلب. إن إزاي قلبي يبقى نقي؟ طب تقول لي ليه؟ إشمعنى قلبي يعني؟ أقول لك عشان قلبك ده اللي هتاخده وياك وأنت رايح عند ربنا. وتاخده كأنه هدية. كل واحد فينا لما بيجي يزور صاحبه ولا قريبه ويقدم له هدية. إحنا برضه لما نروح عند ربنا هنقدم له هدية. بس الهدية دي طلبها ربنا. قال كده يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي. تاخد الهدية وقول له رب بقى شوف قلبي الحلو ده ايه. هو ربنا كده يفتح قلبك يلاقي فيه حاجات مش حلوة. محدش بيجيب للتاني هدية وحشة. قدم هدية حلوة، قدم نقاوة قلبك، قدم نقاوة قلبك. أحيانا لما بيجي مثلا لما يجي شاب وشابة يرتبط ويكونوا بيت حلو، أغلى هدية يقدموها لبعض هي قلبهم النقي. مش الحاجات الذهب والحاجات ده، هي دي حاجات شكلية. لكن أهم هدية هي القلب النقي. هو يقدم لها إنها قلبي النقي أهو. وأنتي تقدمي تقولي قلبي النقي أهو. دي أغلى هدية. وأغلى هدية لربنا هي القلب النقي. كلكم بتحبوا الآية الحلوة دي، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون. يعني إيه؟ يعينون يعني يشوفوا، يعني من غير نقاوة القلب ما نشوفش ربنا. فالكنيسة هي موضع التوبة، موضع التوبة وجمال السر الاعتراف، واعظم يا ابونا واسكب خطيتي واكون باراده واعيه واكون انسان نادم على اي فعل اكون عملته، اي كلمه وحشه تكون صدرت مني. تقدر تشوف الله في قلبك. عارفين الحكايه دي مره واحد حكى لي ايه؟ لما يبقى عندكم يوم مطر وهواء وتراب والدنيا صعبه خالص وهتسوق عربيتك، اهم حاجه ايه؟
تسقوش على كده. أهم حاجة إيه؟ تطمن على إيه؟ الإيه؟ المساح. لو ما فيش المساح تعرف تسوق؟ مش كده؟ المساحة بتعمل لك إيه؟ خليك تشوف طريق. التوبة بتخلينا نشوف طريق للسماء. الخطية تخلي الإنسان ما يعرفش طريق. قلت لك ثلاثة دلوقتي. الكنيسة موضع الكلمة المقدسة، والكنيسة موضع الذبيحة المقدسة، والكنيسة موضع التوبة المقدسة. نمرة أربعة، الكنيسة موضع العقيدة المقدسة. العقيدة نسميه الإيمان المستقيم. الإيمان المستقيم. لما بقول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يعني الكنيسة ذات الإيمان المستقيم والفكر المستقيم. والقديس أثناسيوس اللي بنحتفل بيه وكنيستنا على اسمه أكبر مثال لكده. لما العالم كله ابتدى يميل ناحية أريوس، والعالم كله حتى الإمبراطور ابتدى يميل ناحية أريوس في الزمن ده، وقف أثناسيوس كده بكل شجاعة وقال وأنا ضد العالم، ضد العالم الأريوسي، وحفظ الإيمان. عشان كده بنسميه حامي الإيمان القوي. العقيدة الفرق. مش أي واحد من أي كلمتين يعمل دماغك، مش كده؟ الإيمان ثابت، قوي، قانون، واضح. والإيمان بتاعنا مش بتاع ابن امبارح ولا أول امبارح، ده بقاله 20 قرن من الزمان. يعني كل واحد فيكم يحمل إيمان مشى عبر 2000 سنة لغاية ما وصلنا وانت بتسلمه. وانا بلف وياكم في زفة الايام دلوقتي، شفت منظر لطيف هنا عملته اخت واقفة ماسكة ايد بنتها، ماسكة ايد بنتها الصغيرة، وبتيجي عند ايقونة العذراء عشان تاخد البركة. واخدين بالكم؟ بتسلمها. بتسلمها الايمان ازاي؟ فاهمين الحكاية دي؟ عشان كده دي مسؤولية خطيرة على كل بابا وماما فيه. ازاي نسلم الايمان؟ الايمان اللي وصلني انا وصل من ابويا وامي وجدي وجدتي، ويفضل ماشي ماشي لغايه ما وصلنا اثناسيوس الرسولي ولغايه ماري مرقس، ومن ماري مرقس من المسيح. فيجي دوري النهارده ان انا اسلمه لابني وبنتي وهكذا. موضع العقيده الايمان. الكنيسه بتقول ايه؟ الايمان كده. تطلع بقى نظريات وتطلع حكايات وتطلع ناس تألف تأليف وبتاع، كل ده بره. بره. إيمانك ثابت ومستقيم. وعايش بقاله 2000 سنة. أنا قلت كم حاجة بقى دلوقتي؟ 4. نمرة 5 تعبتوا؟ نمتوا؟ لسه صاحيين؟ طيب نمرة 5 بقى، الكنيسة موضع الصحبة المقدسة. الصحبة. الصحبة يعني الصداقة. بس عندنا نوعين من الأصدقاء. شوية فوق في السماء وشوية ويانا على الأرض. اللي فوق بنسميها الشفاعة. الشفاعة المقدسة. أنا شفيعتي العذراء مريم. أنا شفيعي البابا أثناسيوس. أنت شفيعتك القديسة مارينا. أنت شفيعك الأنبا أنطونيوس. لنا بقى ناس. لنا ناس في السماء، لنا شفعاء يشفعون من أجلنا ويتوسلون من أجلنا. وكل القديسين اللي بنطلقوا في صلواتنا بيسمعونا ويرفعوا صلواتنا. وتيجي الكنيسة الحلوة بتاعتنا تعمل حامل الأيقونات. بصيت الشعب حامل الأيقونات بصيت لنا، أصل هما سبقونا في السماء. ومن العذراء مثلا كانها بتقول لنا وهي واقفه كده، قديس ماري مرقس كده بنفس الطريقه، قديسين بطرس وبولس، ونفضل ماشيين في كل القديسه دميانا باستمرار. فاحنا لنا اصدقاء في السماء. يا بختي مش كده؟
يا بخت كل واحد اللي هو أصحاب في السماء. ده لما الواحد يجي مسافر كده بلد جديدة فيسأل ما تعرفيش حد في البلد دي؟ مش كده برضه؟ عنوانه إيه؟ تليفونه إيه؟ أوصله إزاي؟ بلده إيه؟ إحنا في السماء لنا أصدقاء، وأصدقاء نسميهم الإنجيل سحابة شهود كتير يعني جدا. وكمان موضع الصحبة المقدسة على الأرض. إحنا بمجتمع الكنيسة ده مجتمع صداقة، مجتمع محبة. تعرف على أصحابي دول وعلى الأسرة دي وعلى الأسرة دي، وأولادنا وأولادهم ويعيشوا ويا بعض ويكبروا، يبقى في كده نوع من الوحدة الجميلة. فالكنيسة موضع الصحبة المقدسة. أنا متحصن كده بأصحابي اللي في السماء وبأصحابي اللي على الأرض، بأصدقائي اللي في السماء القديسين وأيضا بأصدقائي اللي على الأرض القديسين. ونعيش كده في حياة مجتمعي بمجتمع حلو وراقي. الخلاصة أن الكنيسة بتمثلني خمس حاجات مهمة خالص، نقولهم مع بعض. واحد، موضع الكلمة المقدسة. نسيتوهم مش كده؟ نسيتوهم؟ أقولهم. نمرة اثنين، موضع الذبيحة المقدسة. نمرة ثلاثة، يظهر السؤال في مستوى الطالب ولا ايه؟ ثلاثة، التوبة المقدسة. وأربعة، العقيدة المقدسة. وخمسة، نقولكم تاني يا شباب، يا ربنا. واحد، الكلمة المقدسة. اثنين، انتوا صاحيين انتوا هتنام ولا هنام؟ ها؟ الذبيحة المقدسة. وثلاثة، التوبة المقدسة. وأربعة، العقيدة المقدسة. وخمسة، كل سنة وأنتم طيبين. يعيش أنبا بشهير وأنبا دميان ويعمره، ويعيش الآباء الكهنة ويعمره ويخدمه ويرعوا، ودايما فرحانين كده بالكنيسة. وزي ما قلت لنا امبارح إن الكنيسة هي بيتي، هي أمي، وهي سر فرح حياتي. ربنا يحفظكم دايما ويبارك في حياتكم. وانا مبسوط خالص ان انا اجي ازوركم واشوف الكنيسه الجميله دهية، واشوف الخدمه الجميله اللي هنا. ربنا يبارك لكم دايما، بارك كل بيت وكل اسره، بارك اولادكم وبناتكم الشباب والشابات، ويحفظكم دايما في اسم القدوس لالهنا كل مجد وكرامه من الايام من الابد.